تأثير الأمراض المعدية على مسالك الحج والسفر في تاريخ الإسلام. الكلمة الآن للدكتور محمد نور أكدوغان، وهو خبير في الهيئة العليا للشؤون الدينية. الكلمة لك السيد محمد نور، و15 دقيقة معك. إذن تأثير الأمراض المعدية على مسالك الحج وخلال السفر في تاريخ الإسلام. الأستاذ محمد نور أكدوغان، دكتور خبير في الهيئة العليا للشؤون الإسلامية. السيد الرئيس، أيها الحضور، أعزائي المشاهدين، أحييكم جميعا وأتمنى كل الخير لهذه الندوة بمخرجاتها الإيجابية في صالح وفي استفادة الجميع. بداية، أنا ما سأتطرق إليه بخصوص الموضوع يعني بعض الأمراض المعدية التي أثرت على السفر خلال الحج، مثلا مسالك الحج في تاريخ الإسلام. فانطلاقا من جائحة كوفيد-19، أحببنا أن نتطرق إلى هذا الموضوع. فهذا أثر، كما تعرفون، الجائحة أثرت على الحياة الدينية، يعني على العبادات، على التراتيل، على التجمعات الدينية مثلا، على الملتقيات الدينية. فنحن منذ بداية ومن بينها فريضة الحج طبعا تأثرت. كما تعرفون أن الحج الشعائر الدينية طبعا من الرموز الدينية للإسلام، وعلى مدى التاريخ طبعا بدون توقف، عبادة مستمرة بدون توقف. يعني صح طبعا هو من بناء الكعبة يمتد تاريخها إلى آدم عليه السلام، وصورتها اليوم طبعا بالنسبة للكعبة انتقلت إلينا منذ النبي إبراهيم عليه السلام، وهذه العبادة مستمرة بدون توقف منذ تلك الأيام. وعلى مدى التاريخ نرى أن هذه العبادة، كما أن الإنسانية البشرية تتأثر من أحداث مختلفة وكم بما فيها الكوارث الطبيعية والأمور السياسية والعبادة، عبادة الحج أيضا تأثرت من هكذا أحداث، إن صح التعبير. أحيانا توقفت هذه العبادة، ومن نقول طبعا ندرسها نعالجها تحت عنوان العراقيل، يعني الحروب، عدم سلامة الطريق، مثلا انعدام سلامة الطريق، المجاعة، القحط والمحل، الكوارث الطبيعية والأمراض المعدية. هذه كلها طبعا العوامل الخمسة. قبل التوسع بهذه التفاصيل بالنسبة للأمراض المعدية، قبل أن أنتقل للأمراض المعدية، سأتحدث قليلا عن بعض الأمراض المعدية التي شاهدناها في التاريخ. منها مثلا قبل الميلاد 3500 أو 5000 قبل الميلاد في الصين مثلا، لكن لا توجد لدينا معطيات تشير إلى مدى تأثيرها. بمعنى هناك حفريات، وفي عام 541 بعد الميلاد اسمها طاعون جوستينيان، هذا الامبراطور البيزنطي طبعا في اوروبا، وهذا الوباء الطاعون يعني عم اسيا واوروبا وافريقيا وتاثرت. والابعد من ذلك كان يسموه في العصور الوسطى مثلا في اسيا واوروبا وافريقيا اطلقوا عليه اسم الموت الاسود 1347 1351 ايضا طاعون. أيضا مارسيليا مثلا، وباء مارسيليا، جائحة مارسيليا، والإنفلونزا الإسبانية مثلا 1918. بالنسبة للتاريخ الإسلامي نرى السنة بعد الهجرة طبعا، السنة 17 و18 للهجرة، هنا وباء أمواس اسم منطقة في الشام طبعا، طاعون أمواس اسمها، أمواس في حوالي 25 أو 30 ألف شخص. يعني هذه الجائحة أودت بحياة أكثر من 25 من توفوا طبعا، بعيدة من الجراح من بينهم طبعا.
هنا عنوانين لديه رئيسيين، حتى العثمانيين، حتى العهد العثماني، الأمراض وتأثيرها على مسالك الحج، وثانيا في عهد العثمانيين، في العهد العثماني الأمراض الماضية في العهد العثماني مثلا. ف يعني تأثير الأمراض الماضية على مسالك الحج أو على السفر خلال الحج، بمعنى نحن نركز أكثر شيء على هنا بالنسبة لي للمرشحين للحج لأداء هذه الفريضة، وهم على طريق الحج خضعوا أو تأثروا لهذه الأمراض المعدية مثلا. يعني ما قبل العثمانيين مثلا نرى أن هناك طاعون اسمه طاعون الجارف، بمعنى له تأثير كبير طبعا في أربع أمراض معدية شاهدناها قبل. الطاعون الجارف مثلا معروف طبعا بهذا الاسم، 65 للهجرة و 685 الميلادي في عهد الأمويين، في بدأ من انطلق من البصرة وعلى شريك سيول جارفة، لذلك أطلق على اسم الطاعون الجارف من السيول الجارفة من بصرة. وكان في اليوم 70,000 شخص كانوا يموتون يوميا، يعني 210,000 شخص لقوا حتفهم في خلال 3 أيام، تصوروا. يعني قد تكون طبعا المعطيات مبالغ بأمرها، لكن الحقيقة هنا بحدود بجوار البصرة، بالنظر إلى المتمردين أو الذين خرجوا للعصيان في البصرة بالتاريخ، يلاحظ أن المرض أو هذا الوباء معدي ومتفاقم فعلا. تفيد المصادر بهذا الشكل طبعا. وهناك ملاحظة، ابن عمير مثلا قال أنا لم أرى أحدا من البصرة في الحج في تلك السنة، وبسبب الطاعون طبعا لم يأتي أحد إلى الحج. وهناك مصادر أخرى أيضا تفيد معشراء أو معشري، بمعنى مرض اسمه معشراء، المرض المعشري بمعنى، أو المعشراء. انطلق هذا المرض المعدي من العربية السعودية طبعا، ويشار في مصادر على الانترنت، بوابات على الانترنت، هناك مرض يقال بأنه بجوار مكة عام 357 للميلاد، لكن لم أتمكن من صحة ذلك. قد يكون هناك يعني تضليل أو ما شابه ذلك، لم أتمكن من يعني. ابن كثير له من كتابه البداية والنهاية يتحدث عن هذا الموضوع، عن هذه الكارثة. وفي نفس السنة أن الناس يموتون، ماتوا على طريق الحج بسبب المجاعة والقحط والمحل أيضا. فقد يكون هناك يعني أسباب معينة. إذن هنا طاعون أو وباء شيراز أيضا من ولاية شيراز في إيران. ألف وأربعة وثلاثين ميلادي، 425 للهجري. الطاعون أطلق عليه طاعون أو وباء شيراز في إيران، لكن بعد فترة تنتقل الأمراض إلى أهواز ثم الأراضي العراقية. وفي حوالي 70,000 شخصا لقوا حتفهم بسبب هذه الأمراض المعدية المتفاقمة، يعني أن الناس تركوا في بيوتهم للموت إن صح التعبير. وفعلا من العراق، انطلاقا من العراق، لم يذهب أحد إلى الحج في ذلك العام. في منطقة الجزيرة هناك أيضا وباء، أيضا انتشار طاعون في
439 للهجرة بالبغداد والبصرة والموصل الجزيرة طبعا. وحتى الحيوانات تأثرت، يعني جيف الحيوانات كانت منتشرة في الكثير من الأماكن حسب المصادر طبعا. يعني فقط 400 شخص أدوا صلاة الجمعة في ذلك اليوم يقال، علما بأن عدد سكان الموصل كان 100 إلى 150 ألف، من بينها فقط 400 شخص أدوا صلاة الجمعة. إذن يشير إلى مدى الخراب هنا، مدى الدمار، وله تأثير على الضمنيين أيضا. البويهيون أيضا تعرضوا لذلك، لهذا وهم على علاقة مع الشيعة طبعا، وفي إطار تضاد ضد السنة مثلا أو تجاه السنة. فهذه كلها طبعا أثرت سلبا على مسالك الحج، لم يذهب أحد إلى الحج في ذلك العام. أما في عهد العثمانيين نرى أهم نقطة هنا الملفتة للانتباه أو اللافت للانتباه، مثلا يعني السلطان السليم عندما أخذ الخلافة وبدأ صفة خادم الحرمين، وبالنسبة لقوافل الحج والمحطات، كان هناك طبعا هجمات من قبل القبائل العربية، وهو اتخذ التدابير لذلك طبعا. فالوباء أو الطاعون كانت كثيرة طبعا، 12 ألف شخص طبعا في المدينة لقوا حتفهم طبعا، ماتوا في المدينة، لم نتمكن من الحصول على وثائق ثبوتية أكثر، وخاصة في الفترة ما بين 1831 إلى 1915 انتشار مرض الكوليرا المعدي. هذا المرض الأكثر تأثيرا كان على العثمانيين. يعني في السنوات 85 وقعت في مكة يعني 22 مرة مرض الكوليرا المعدي كان منتشرا، أولها 1831 وآخرها 1915. والدكتور قاسم عز الدين كان المسؤول عن الطب والأمور الصحية في الحجاز، له مؤلف كتاب اسم الإدارة الصحية في الحجاز بمعنى، فكان يقول في كتابه أن المصدر لهذه الأمراض المعدية ليست الحجاز بل الهند. يعني 1817 الكوليرا الذي كان معديا في الهند انتشر من الهند إلى هذه المنطقة. إذن أختصر أنا كلمتي، 1831 هذا المرض من المصائب التي كبيرة، من المصائب الكبيرة التي اعتبرها قاسم عز الدين. يعني 30 ألف شخص ماتوا في الحج طبعا. فبعد هذا الوباء والمرض المعدي 1831 اتخذ السلطة العثمانية بعض التدابير الصارمة للحيلولة دون وقوعها. في 1837 38 وفي تواريخ مختلفة طبعا لمواجهة مرض الكوليرا، لكن كان أخف من ما كان عليه الأمر في الماضي. فالحج الأكبر مثلا في عام 1885 150 ألف حاج كان في ذلك في تلك السنة، وأيضا 1865 الحج الأكبر، فأثر بشكل نسبي وآلاف من الناس لقوا حتفهم طبعا بسبب المرض المعدي. والمصادر التاريخية تشير إلى
الوباء الأشد حدة، مثلا يشير الدكتور قاسم عز الدين أيضا أنه 200,500 حاج أيضا لقوا حتفهم أيضا، ويشار في بعض المصادر إلى 50,000 شخص مثلا، وخاصة لدى بعد العودة من المنى، من منى أحداث الموت كانت متفاقمة أكثر بعد العودة من المنى. في 1865 وفيما بعد الدول الأوروبية لجأت وسارعت إلى اتخاذ التدابير وعرقلت الذهاب إلى الحج. مثلا فرنسا مثلا منعت الحجاج التوانسة والجزائريين مثلا إلى الذهاب، وفرض عليهم ضرائب 1200 فرانك فرنسي مثلا، وكل من لا يدفع هذه الضريبة لا يسمح له بالذهاب إلى الحج. يعني 1890 مثلا فقط 25 شخص من هذه المنطقة ذهبوا إلى الحج فقط من تونس والجزائر. يعني لقد أدركنا الوقت. بالنتيجة سواء قبل العثمانيين أو بعد العثمانيين، بالنسبة للأمراض المعدية يعني لا يوجد مرض معدي أثر أو منع أداء هذه الفريضة، لكن تم اتخاذ التدابير على الرغم من أحداث الموت. مثلا في هناك مصادر هندية، مثلا الأمراض كانت من ذات مصادر هندية، وحتى الحجاج الوافدين من الهند لم تتعرقل أمورهم، لم يفرض عليهم الحظر. بمعنى أنا شكرا لحسن استماعكم وصبركم، ونحن نشكر الأستاذ محمد نور أكدوغان.